تساقط الرياضيون المغاربة واحدا تلو الآخر. الملاكمة المغربية أخذت لكمة قاضية، والسباحة غرقت في عاصمة الأنوار، والرماية كانت دقتها رديئة، والدراجات الهوائية سقطت في شوارع باريس. أما كرة القدم فرطت في ميدالية فضية، والمنافسة على الذهبية، حتى ظن البعض أن العازفين على الأناشيد الوطنية لا يعرفون عزف النشيد الوطني المغربي، إلى أن جاء ابن فاس من بعيد بمساندة رفيق دربه تندوف وتحت أنظار مدربه كريم التلمساني، ورفع الراية المغربية عاليا، وصوت نشيدها بدا مسموعا كعادته في فرنسا. أمل المغاربة الوحيد من أصل 60 رياضيا مشاركا تساقط كأوراق الخريف تباعا. لم تكن ورقة البقال في بر الأمان أبدا، فرياح جيرما تملك الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة والتخصص، كما أنه يملك أرقاما رائعة هذا الموسم. أما الكينيون لا تعرف ما يخطر ببالهم، يجعلون من اللعبة جماعية لا فردية، ناهيك عن مفاجأة الأوروبيين والأمريكيين الذين يمتازون بالسرعة النهائية. أنني جراتريش ماي فريند. انطلق السباق وانطلقت معه أمال شعب بأكمله. سفيان بقي مراقبا للسباق من الخلف، وهو يعلم أن كل ما كان السباق بطيئا كان الأقرب للذهب، لأن ابن فاس يعلم أنه يملك سرعة نهائية لا مثيل لها، وأنه يمتاز عن غيره في تخطي الحواجز. لكن هذا الأمر كان محفوفا بالمخاطر، فيمكن لأي عداء آخر أن يخلق المفاجأة. فشو الأمريكان طلع في البوديوم، كانت مفاجأة اليوم، يعني انت واحد ممكن كيسال الأطلت الأمريكان يدخل في البوديوم. أن يرفع من إيقاع السباق، بينما جيرما ظل يراقب البقالي. وفي اللفة الأخيرة حاول جيرما أن يخرج مبكرا، لأنه يعلم أن الحاجز المائي سيعطي لخصمه امتيازا، وهو يستحضر في ذهنه بطولة العالم ببودابست، حينما كان الحاجز المائي بمثابة حصانة للبقالي، وما خاف منه جيرما سقط فيه حين حاول أن يباغت البقالي. هنا أدركت أن الذهب مغربيا، رغم أن سفيان تحيا المغرب. ما أعجبني في ذهبية البقالي هو محمد تندوفت، عداء ضحى بنفسه من أجل وطنه ومن أجل رفيق دربه. كان بإمكانه أن يتريث وأن يفكر في نفسه، لكنه سرع من الإيقاع وفكك كوكبة السباق، فاتضحت الصورة لسفيان البقالي. فالحمد لله صديق ديالنا محمد تيندوف طلع ودار داكشي اللي كان خصو يدار، فالحمد لله هضرت معاه في السباق، فقلت ليه يمكن لك تحرك ودير اللي بغيتي، ماشي دير اللي بغيتي. فالحمد لله تخلص الإثيوبيان واستطاع أنه يحل الكوكبة، فتبدل الترتيب، هما شافوا تيندوف طلع فتقلب الترتيب، فشو الامريكان طلع في البوديوم، كانت مفاجاه اليوم، يعني انت واحد ممكن كيسال الاطليت الامريكان يدخل في البوديوم. الحمد لله انا كنت كنتسنى 200 متر التاليه باش انا ناخذ المبادره ونفوز السباق بطريقه رائعه. وما زاد اعجابي هو عندما سئل هل كان تواصلا بينك وبين سفيان او خطه مسبقه، نكر ذلك ولم يقحم نفسه ولم يجعل منها بطلا قوميا، بل كان متواضعا. لا ما كانت نسيق لا والو، كان سفيان هو الحمد لله قد في الشغل ديالو وعازم على انه يحقق ميداليه الذهب ديالو، وحقها بإعادة بجدارة واستحقاق. ليس محمد تندوفت وحده من كان يد عون لسفيان البقالي، بل ان هناك جندي اخر يدعى كريم التلمساني، الذي دائما ما يصفه سفيان بالصديق والاب الثاني والاخ الاكبر. بالرزانه ديالي في العمل ديالي مع الناس اللي كيبغيوني وكنبغيهم، اللي هو المدرب ديالي السي كريم التلمساني اللي كنساهم في المنبر هذا، فكنشكر على التضحيات كامله ديالو اللي كيقوم معايا بها. كذلك كنشكر الام والاب ديالي والاهل ديالي على الدعم ديالهم، فالحمد لله رضات الوالدين دائما واقف معايا. بينما كريم كان ظهره عند كل لحظه انكسار،
ولا زال تصريحه في إحدى الإذاعات الخليجية بعد أول ميدالية أولمبية بطوكيو عالقا بذهني، عندما قال لم يكن لدي الشك بأن سفيان سيكون هو البطل. صراحة ما كانش عندي شك على أن سفيان البقالي ما غيفوش بهذه الميدالية. 11 سنة وأنا كندرب سفيان البقالي منذ فئة الصغار، فهو بطل للدرج في جميع الفئات، فهو بطل المغرب في جميع الفئات بخط تصاعدي، وخصوصا في ملي بدا في فئة الفتيان اللي درنا تخصص الموانع، فسفيان عنده رقم قوي في 2000 متر فتيان اللي هو 5:32. فصراحة من الأول بين على أن عنده قدرات والأكثر من هذا هو الناحية النفسية، فسفيان بطل السباقات الكبار. كم هو سيء الحظ هذا الإثيوبي؟ سفيان قهره في طوكيو 2020 وظفر بالذهب الأولمبي، سحقه في ملتقى الرباط 2022، ونزل سفيان عن حاجز 8 دقائق، أطاحه في يوجين في نفس السنة وتوج بالذهب العالمي، وفي سنة 2023 ببطولة العالم في بودابست حافظ سفيان مرة أخرى على لقبه العالمي وتوج بالذهب، وفي باريس 2024 القصة تعرفونها. في آخر سباق قلت يمكن هذا داير بالو معايا، فلاحظت أنني خديت آخر رمق، آخر كولوار ليا في السباق باش أنني ندوز، ولكن هو كان تابعني وطاح. فالحمد لله انا صراحه ما كنتش باغي انه يطيح، ولكن كنت مركز انني هذيك هي الانطلاقه ديالي غادي تكون في 200 متر، فجات مع الانطلاقه مع الطيحه ديالو، وكما قلت لك انا القوه ديالي في 200 متر. لم تكن ذهبيه عاصمه الانوار مفروشه بالورود، وانما كانت مليئه بالعراقيل والصعاب، وعلى راسها اصابه ابعدت سفيان كثيرا عن المضمار لدرجة كان سينسحب من أولمبياد باريس، لكن بالإصرار والعزيمة سفيان أنقذ ماء وجه الرياضة المغربية. هادفة فتعبت صراحة، ما نكذبش عليك، هذا العام هذا ما كانش عندي سبب، كانت عندي إصابة، وصلت لمرحلة ديال أنني ما قررت ما عنديش غنشارك في ألعاب أولمبية، ولكن الحمد لله ربي كبير أنني استطعت أنني نتغلب على الإصابة ديالي. كانوا معايا ناس اللي هو المدرب ديالي كريم التمساني، العائلة ديالي، طاقم طبي الجامعة الملكية اللي ما خلاونيش، الحمد لله حتى الأخير رباق بقاو معايا، فالحمد لله تمكنت أنني نتجاوز الإصابة ديالي، ما خديتش السباقات، ولكن قدرت أنني نعوض بلقب اللي هو غادي هو بطل أولمبي. دموع أول رياضي مغربي يحقق ميداليتين ذهبيتين في دورتين مختلفتين للألعاب الأولمبية، وأول عداء في تاريخ هذا السباق يحقق ميداليتين كذلك متتاليتين منذ 1936، أرقام تبرز بالملموس أن سفيان البقالي ملك هذا التخصص. سيذكر التاريخ أن اسم سفيان البقالي أنهى هيمنة الإثيوبيين والكينيين وسيطر في أحد الفترات على هذا السباق. عموما ميدالية البقالي لا ينبغي أن تخطي الشمس بالغربال، وإنما يجب إعادة النظر في الرياضات المغربية. نرشد الدنيا أن هنا نحيا، إشعاع الله الوطن الملك.